أهلا من جديد مشاهدينا، نتواصل معكم في صباح الشروق ونختتم بالتمارين الرياضية عبر فقرة الرياضة. مهند أبو حوا، أهلا بك وأسعد الله كل أوقاتك. مرحبا بك، أسعد الله صباحك وعلى كل المشاهدين وعليك أيضا حمزة. أهلا وسهلا يا أبو حوا. طيب، نبدأ باستعدادات منتخبنا الوطني وتدريباته ودخوله في معسكرات للتدريب أكثر. طيب، تم إعلان القائمة. القائمة ضمت 3 محترفين، شيبوب من سيمبا التنزاني ولاعبين من الدوري الهولندي وأيضا الدوري الروماني. يعني إضافة جيدة بالنسبة للمنتخب، لكن قبل مهاجم ولاعب وسط زي ما قلنا، يعني مسألة تجريب و يعني خوض المباراتين، خاصة المباراتين قريبات لبعض، يفصلهم زي 5 أيام من بعض، يعني مباراة داخل الأرض ومباراة خارج الأرض. المعسكر حيكون يوم الخميس، حيكون فيه تدريبات يومية في ملعب استاد الهلال. المعسكر حيكون في فندق هواء، ويعني لوغاروزيتش يبدو أنه سيستفيد ربما من الكبوات الماضية اللي كانت في المنتخب المحلي. الصراحة المنتخب تجميعه بيجي في ظروف جيدة، لكن أنا كنت محبز أنه يكون في لاعبين جدد من الأندية اللي هي ماشية بشكل مميز، يعني زي الأمل عطبرة وزي نادي الحي الوادي نيالة. صحيح أنه في بعض اللاعبين تعرضوا لمشكلات إصابات بمرض الملاريا، زي 5 لاعبين ومدرب الوادي نيالة أيضا، لكن يعني أنت لازم تكون مواكب للدوري، في تطور في الدوري. الهلال مستواه تطور، المريخ أيضا مستواه تطور، وعموما يعني في بتتالي الجولات بيكون في لاعبين جدد، خاصة اللاعبين اللي عليهم العين في مسألة الانتقالات من الأندية دي إلى الأندية القمة، ف بتديهم حافز كبير جدا في انه يحسنوا مستواهم اذا كان على الاقل موجودين في القائمه الاوليه بالنسبه للمنتخب. اتمنى التوفيق للمنتخب في المباراه القادمه، وايضا سفر يكون مريح واقامه مريحه ايضا، وسفر من وقت مبكر ربما بعد المباراه مباشره الى جنوب افريقيا. نعم، هذا المنتخب والقائمه اللي تم اختيارها بدايه للمنتخب يعني انه يحصد النقاط الاولى امام ساوثهامبتون هنا في ام درمان، وبعدها يذهب للقادم والاستحقاقات القادمه. الدوري يعود، المريخ، الخرطوم، لقاء اليوم. لقاء يعني ياتي في ظروف مختلفه بالنسبه للفريقين، التغيير في الاجهزه الفنيه بالنسبه للخرطوم الوطني ابراهوم اللي كان مدرب سابق بالنسبه للمريخ. المريخ ابو عنجة اللي هو تزامن هو ابراهوم في فتره الثمانينات واخر واول التسعينات. يعني صراحه هي مباراه بين مدربين وطنيين مميزين جدا. المريخ حيكون معتمد على ابو عنجة في المباراتين اللاحقتين، يعني المريخ والخرطوم الوطني المباراتين اللاحقتين، على امل انه يتعاقد مع مدرب اجنبي. الخرطوم الوطني استقر على براهوما بديل لخالد هيدان، ويرى انه هو المدرب الانسب لانه حقق له المشروع بتاعه اللي عاوزه. يعني تم تاجيل الجمعيه العموميه حتى اواخر شهر نوفمبر، وفي انتظار الدعم بالنسبه للمجلس الجديد، وكذلك الافراد اللي كانوا موجودين داخل المجلس القديم ايضا سيدعموا من خارج مجلس الاداره. ادى الخرطوم الوطني صلاحيات كبيره جدا بالنسبه لابراهوما، خاصه في مساله الابدال والاحلال بالنسبه للاعبين واستجلاب لاعبين جدد، يعزز من المشروع اللي عاوزه الخرطوم الوطني في مقبل الايام. هي مباراه خارج التوقعات، المستويات متقاربة، لكن خرطوم الوطني نتائجه في الدوري الممتاز ما كانت جيدة إلى حد الآن. المريخ أيضا يتأخر بعدد من المباريات عن المتصدر الأمل عطبرة والفريق الثاني هو فريق الهلال. عموما الدوري لسه بدري، وفترة التوقف الدولي بتدي أريحية كبيرة جدا في مسألة اختيار اللاعبين، وكذلك أيضا الشطب والتسجيل. نعم. طيب، فيما يخص فريق المريخ، يعني المباراة الأولى لإبراهوم لإثبات الجدارة لأحقيته، يعني أنه يقود هذا الفريق، خاصة أنه يعرف جيدا ملفات المريخ، الجمل التكتيكية أو غيرها على مستوى الملعب. فهل سوف تكون هذه المباراة بمثابة يعني إنجاز حيكون كبير إذا تحقق لإبراهوم؟ وهو طبعا الخرطوم الوطني والمريخ على مدى تاريخهم ما افتكر انه الانتصارات كبيره في صالح الخرطوم الوطني. نحن نتكلم عن فريق، وبغض النظر عن المدرب اللي بيدرب، لكن هنالك شخصيه للفريق.
الخرطوم الوطني لم يرتقي حتى الآن إلى أن يكون ند للهلال أو للمريخ، يعني نتائجه ما كانت بالشكل السليم. هلال أبيض فاز أكثر من مرة على الهلال أو على المريخ، الأهلي شندي فاز أكثر من مرة على الهلال أو على المريخ، لكن حتى الآن الريكورد بالنسبة للخرطوم الوطني ما كبير بغض النظر عن المدرب. فدي بتحتاج لنقلة كبيرة جدا في المستوى الفني، وبتتطلب أيضا جزئيات معينة في المباراة. المباراة دائما بتتلعب على أخطاء معينة، أخطاء صغيرة بالنسبة للدفاع، بالنسبة للوسط، الاستفادة من السرعات، الاستفادة من العنصر بتاع الشباب بالنسبة للخرطوم الوطني ربما يكون حافز بالنسبة لإبراهيم. كنت أقصد يا أبو حواء عندما تم الاستغناء عن إبراهيم من نادي المريخ وهو الآن في نادي الخرطوم الوطني، هذا اللقاء الذي يجمع المريخ والخرطوم الوطني، هل هو أنا ذكرت أنه بمثابة رسالة بالنسبة للمريخ أنه إبراهيم هو قادر على أن يقدم؟ يعني والله ما افتكر، يعني لانه ابراهيم قبل كده كان مدرب للمريخ وذهب الى الهلال الابيض، اذا كان حتى مدرب مساعد في فتره كروجر يعني، فهي هو عارف انه العجله دي بتدور، يوم من الايام ثاني حيرجع المريخ، يوم من الايام ثاني ربما يرجع للهلال الابيض زي ما حصل قبل كده ورجع يعني. فالظروف زي دي المدربين ما بيعملوا لها عمل كبير جدا، لكن ربما هي تكون اول مباراه بالنسبه لابراهيم امام المريخ بعد الاستقاله الاخيره والاقاله. ربما يكون فيها شيء من الدافعية، لكن إبراهيم ما بيلعب على العنصر ده باعتبار انه هو دي اللاعبين جدد وهو غريب عنهم شوية، يعني لو كان هلال الأبيض كان نقول معلش هو على دراية بالجوانب الفنية كاملة كده بالنسبة للاعبين، لكن ده لاعبين جدد بالنسبة له، في بعض الأسماء معروفة، لكن هو الدوافع دي ومسألة الانتقام من المريخ او كده ما افتكرها بعيدة شوية، ولو اشتغل بها حيكون ضاغط نفسه يعني. نعم حيكون بعيد شوي عن الاحترافيه كمدرب. نعم. محترف. الهلال والاهلي ايضا مباراه قادمه يوم الاربعاء قبل الاستدعاءات الدوليه بالنسبه للاعبي الهلال، وطبعا الاتحاد ذكر بانه ما في شكوى حيكون يعني مقبوله بالنسبه للاعبين مطلقي الصراح في 31 اكتوبر، وحيواصلوا مع الأندية بتاعتهم، الأندية حتحسن من العقد بتاعهم أو حتى من المرتبات بمرتب دولي يعني في الشهرين الباقيات ديل، لكن يحق لهم الانتقال إلى خارج البلاد. عبد اللطيف هو واحد من اللاعبين اللي كان مقرر أنه يسافر إلى نادي المسيمير القطري، لكن بعامل المباراة دي والمباريات اللاحقة وأيضا هنالك مباريات المنتخب سيكون متواصل ربما حتى عودة المنتخب من جنوب افريقيا، ولكل حادث حديث. طيب فيما يخص يعني جانب اخر دوري ابطال اوروبا، قراءاتك عموما في هذا الملف؟ طيب بس اسمح لي ان اذكر بانه في مباراه قبل دوري الابطال هي كاس الاتحاد الاسيوي، النجم اللبناني العهد اللبناني عفوا، ويعني ربما يكون توج الثوره اللبنانيه بهذه الفرحه بالنسبه للجماهير اللبنانيه، واول يعني نادي لبناني يتحصل على هذه البطوله. المباراه كانت في كوالالمبور في ماليزيا، والفريق الاخر كان من كوريا الجنوبيه، فريق اسمه 24/4 يعني او 24 ابريل، فما اعرف المناسبه شنو بالضبط لكن اسمه كده. المباراة لعبت في هذه الأرضية، ملعب كوالالمبور ستاديوم، ملعب مميز جدا جدا، التحكيم كان مميز، التنظيم كان مميز، الحضور الجماهيري كان جيد جدا، أداء العهد اللبناني أيضا كان مميز، انتهت المباراة بهدف دون مقابل بالنسبة للفريق الكوري الشمالي، وأفتكر أنه دي بداية عهد جيد بالنسبة للكرة اللبنانية. بالنسبة لسؤالك حول دوري الأبطال، لأن الزمن انتهى خلص. أيوة أنا زعلت ولاحق الزمن يعني. جولة الرابعة من دوري الأبطال تأتي في ظل تحديات كبيرة، غياب لويس سواريز من برشلونة اليوم، غياب نيكو كوفاتش من بايرن ميونخ كمدرب، ويعني جولات مميزة بالنسبة لليفربول وتواصل أمام خنك البلجيكي، ومباريات سهلة ربما بالنسبة لي يعني سلافيا براغ سيجد صعوبة كبيرة أمام برشلونة، هنالك ايضا مباراه الانتر ومباراه دورتموند، مباراه ربما تكون فاصله بشكل كبير جدا في من ستاهل رفقه برشلونه حتى مع هذا المستوى المتذبذب محليا، لكن هنالك اشراقات على القائمه في دوري الابطال، يعني فاتي سيكون موجود بديلا للويس سواريز. اللافت في حتى الجوله الثالثه من دوري الابطال انه الهدافين
الموجودين، أول خمسة ما في منهم اسم بارز غير روبرت ليفاندوفسكي اللي بيتألق فريقه خارجيا بتصدر مجموعة دون هزيمة، ويعني يتذبذب داخليا هو في المركز الثالث تقريبا أو الرابع في البوندسليغا. وهذا أمر غريب جدا يعني للبايرن ميونخ، ما أظن أنه حصل في الآونة الأخيرة كما يعود دائما أنه يكون في الصدارة. صحيح. شكرا جميلا أبو هوا. شكرا جزيلا. شكرا كمان لكل السادة المشاهدين اللي انضموا للمتابعة ساعتين من عمر الزمن. نأمل أن نكون وفقنا في تقديم كل ما يهم المشاهد الكريم. كتر خيرك يا حسام. شكرا وكتر خيرك يا حمزة. شكرا. تقبلوا تحايا فريق العمل لهذا اليوم. شكرا لكم دائما للمتابعة. غدا فريق عمل جديد، ربما نلتقي سويا أو تختلف الأحوال. كل هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. مع السلامة. السلام عليكم.